جعفر العسكري واحد من أهم مؤسسي الجيش العراقي وأول وزير دفاع لأول حكومة عراقية تشكلت بين احتلالين عثماني منسحب وإنجليزي زاحف. قضى حياته في المعسكرات والثكنات وطالما التزم بالسياقات العسكرية حرفيا، أخذته الدبلوماسية أكثر من مرة بينما قتلته السياسة وراح ضحية لمؤامراتها. ولد العسكري في بغداد عام 1884، وقيل أن أصله من قرية العسكري بكركوك. أتم تحصيله الابتدائي ببغداد وقضى بعضا من سنوات دراسته في الموصل، ثم عاد إلى المدرسة العسكرية الرشيدية وانتقل بعدها إلى المدرسة الحربية في إسطنبول عام 1901. اتخرج برتبة ملازم ثاني سنة 1904 واستخدم في الجيش العثماني السادس، ثم عين معلما في المدرسة الرشيدية ببغداد عام 1906. تدرب في الأكاديميات الألمانية في عام 1910 وعاد ليخدم في دوائر المقر العام. بال 1915 أرسل بغواصة ألمانية إلى بنغازي لإقناع السنوسيين على مهاجمة البريطانيين في مصر، وتولى قيادة الحركات العسكرية على الحدود المصرية الليبية، لكنه وقع أسيرا بيد قائد الخيال البريطاني العميد سوتر عام 1916، وتم نقله إلى القاهرة. وعلى الرغم من أسره إلا أنه حظي باحترام البريطانيين وتقديرهم، إذ كان ضابطا مقتدرا ويتكلم 8 لغات هي العربية والتركية والكردية والأرمنية والفارسية والألمانية ثم الفرنسية فضلا عن الإنجليزية. وبعد عودته من الأسر انضم إلى جيش الحجاز الذي أسسه الشريف حسين، وحافظ العسكري على رتبة فريق في الجيش الحجازي، وأصبح بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى مفتشا عاما للجيش العربي في سوريا، ثم حاكما على ولاية حلب بين عامي 1919 و1920، ثم أصبح كبير أمناء الملك فيصل بن الحسين قبل أن يتم إسقاط عرش الملك وخلعه في سوريا من قبل الفرنسيين. عاد العسكري مع الموكب الأميري إلى العراق في تموز 1920 وتسلم وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة التي شكلها عبد الرحمن النقيب في 25 تشرين الأول 1920، وشرع في 6 كانون الثاني 1921 مع عدد من الضباط في مقدمته نور السعيد على إنشاء أول نواة للجيش العراقي، وأسس فوج الإمام موسى الكاظم في خان الكابولي بالكاظمية. ثم حضر العسكري مؤتمر القاهرة الذي دعا إليه وزير المستعمرات وينستون تشرشل في 12 آذار 1921 ضمن الوفد العراقي لوضع اللمسات الأخيرة لتأسيس دولة حديثة في العراق، وكان العسكري نشطا بالدعوة إلى تتويج الأمير فيصل بن الحسين وتسميته ملكا على العراق. أقام بالإشراف على مراسم التتويج التي جرت في 23 آب 1921، وتم بعدها تثبيت الرتب العسكرية، وحصل العسكري على رتبة زعيم. في 26 تشرين الثاني 1923 دخل العسكري الحياة السياسية لأول مرة وأصبح رئيسا للوزارة، إذ تولى عقد 4 اتفاقيات مع بريطانيا ملحقة بمعاهدة 1922 بضمنها الاتفاقيات العسكرية. وبعهده افتتح المجلس التأسيسي العراقي في يوم 27 آذار 1924 لإتمام الدستور العراقي، وكان العسكري عضوا في المجلس المذكور. وعندما انفض المجلس في 2 آب 1924 قدم العسكري استقالته من الوزارة، وعاد إلى لندن بعد استحداث ممثلية عسكرية للعراق هناك، ثم استدعي مرة أخرى عام 1926 ليكلف بتشكيل الوزارة الجديدة بعد استقالة عبد المحسن السعدون، وتسلم رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية في الوقت نفسه، ورقي إلى رتبة فريق هذه المرة.
كان العسكري مقربا جدا من الملك فيصل الأول والسياسي المخضرم نور السعيد الذي ربطته معه صلة النسب قصة بقصة مثل ما يقول العراقيين. إذ تزوج العسكري من السيدة فخرية السعيد أم طارق شقيقة نور السعيد ورزق منها بأربعة أولاد. بينما تزوج السعيد من السيدة نعيمة العسكري أم صباح أخت جعفر العسكري. في 23 آذار 1930 أصبح العسكري وزيرا للدفاع مرة أخرى وذلك في وزارة نور السعيد الأولى التي عقدت معاهدة 1930 مع الإنجليز وأصبح رئيس مجلس النواب في 21 الثاني 1930 وبعد إبرام المعاهدة في 15 كانون الأول 1930 استقال من رئاسة المجلس وعاد إلى لندن مرة أخرى كوزير مفوض أيضا. في 19 تشرين الأول 1931 عين العسكري وزيرا للدفاع في وزارة نور السعيد الثانية وتسلم الخارجية. وبعد دخول العراق عصبة الأمم في 23 من تشرين الأول 1932 استقالت وزارة نور السعيد وأسند إلى جعفر العسكري منصب وزير العراق المفوض والمندوب فوق العادة في لندن. ثم عاد العسكري وزيرا للدفاع في وزارة ياسين الهاشمي الثانية أيام الملك غازي الأول في 17 آذار 1935 والتي كانت شؤما عليه هذه المرة. ففي خريف العام 1936 قرر العسكري إجراء تمارين للجيش بإشراك الفرقتين الأولى والثانية فعسكرت الفرقة الأولى في بلد روز بقيادة الفريق عبد اللطيف نوري والفرقة الثانية في جلولة بقيادة الفريق الركن بكر صدقي. وكان رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن طه الهاشمي قد سافر في 29 تموز 1936 إلى خارج البلاد في مهمة رسمية. فاتفق عبد اللطيف نوري وبكر صدقي بتكتم شديد على الزحف إلى بغداد وإقالة وزارة ياسين الهاشمي القائمة من دون إسقاط تاج الملك غازي. وقيل أن الملك نفسه كان على علم بهذا الانقلاب وأراد التخلص من ياسين الهاشمي وحكومته بأي شكل من الأشكال. وفعلا زحفت القوات العسكرية إلى بعقوبة ثم باتجاه بغداد وحامت ثلاث طائرات من القوة الجوية العراقية فوق العاصمة فألقت مناشير تحمل توقيع الفريق بكر صدقي الذي أسمى نفسه قائد القوة الوطنية الإصلاحية ودعا الشعب العراقي إلى التأييد والمساندة وطلب تأليف وزارة جديدة برئاسة حكمة سليمان. وألقيت مع المناشير بعض القنابل على مقر مجلس الوزراء ثم وصل حكمة سليمان إلى قصر الزهور وسلم رئيس الديوان الملكي رستم حيدر كتابا موقعا من عبد اللطيف نوري وبكر صدقي وطلب تسليمه إلى الملك. وبعد قليل حضر إلى القصر الملكي ياسين الهاشمي ونور السعيد والمعتمد السامي البريطاني فتدارسوا مع الملك الوضع والاتجاه والرغبة نحو تجنيب البلاد خطر القلاقل وقدم ياسين الهاشمي استقالته وسرعان ما لجأ إلى سوريا ما دعا الملك إلى تكليف حكمة سليمان وزارة جديدة. أما جعفر العسكري بعد أن علم بالانقلاب ذهب إلى وزارة الدفاع وكان معروف عنه أنه لا يعتمد العنف العسكري ولا السياسي ويؤمن بالحوار وقرر أن يذهب إلى جيش المتمردين بنفسه منفردا ليتفاهم مع بكر صدقي الذي كانت تربطه معه صداقة الطفولة والصبا إذ كان الاثنان من قرية واحدة هي قرية عسكر الكركوكية. ويقال أن العسكري كان يسمي جميع جنود الجيش والضباط بأولادي وحمل رسالة خاصة من الملك غازي إلى المتمردين وتوجه إلى بعقوبة فتلقاه في الطريق النقيب إسماعيل عباوي بجوار مخفر النقطة فطلب منه أن يركب معه لمقابلة الفريق بكر صدقي. وبعد مسيرة قصيرة توقفت السيارة ونزل منها إسماعيل عباوي وجعفر العسكري وانطلق السائق ليخبر بكر صدقي بمقدم العسكري ثم رجعت السيارة بعد دقائق حامل الملازم الأول جمال جميل والمقابل
المقدم جميل فتاح، والملازم أول طيار محمد جواد، والرائد لازار راموس، وهم الضباط الذين انتقاهم بكر صدقي من مقره ليخلصوه من جعفر. فتقدموا نحو العسكري وأطلق كل منهم عيارا ناريا فأردوه قتيلا، وعادوا إلى بكر صدقي فأخبروه بما صنعوا. سيطر بكر صدقي على البلاد برمتها بعد نجاح انقلابه وتسلمه منصب رئيس أركان الجيش، وتحكم بوزارة حكمة سليمان بشكل مطلق قبل مقتله غيلة أيضا بعد أشهر قليلة من مقتل جعفر العسكري. حظي العسكري بجنازة مهيبة بعد أن نقل جثمانه إلى بغداد ودفن في المقبرة الملكية بالأعظمية، ليكون أول شخص يدفن في مقبرة الملوك العراقية وهو ليس من الأسرة الهاشمية. وبهذا انتهت حياة الفريق الركن جعفر العسكري بعد أن عمل في الجيش العثماني والألماني والسنوسي، ثم الجيش العربي في الحجاز وسوريا قبل تأسيس الجيش العراقي، وخدم في معسكرات البلقاني واليمن والعراق والدردنيل وليبيا ومصر والجزيرة العربية وسوريا. إن سيرة حياة جعفر العسكري تستحق الدراسة والتأمل، بوصفه قائدا عراقيا عسكريا ثم سياسيا دفع حياته ثمنا وهو يحلم بجيش قوي ودولة حديثة ذات سيادة.